السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا كي ننشأ أول وكيل ذكاء اصطناعي أو AI agent على منصة N8N. طبعا الناس اللي هي متابعاني في الكورس بتاع الاوتوميشن، طبعا شرحت فيه قبل كده ازاي تربط الاوتوميشن او تربط الذكاء الاصطناعي بالواتساب والماسنجر وكمان الفيسبوك، وان شاء الله الايام اللي جايه هنشرح اكتر من كده، لكن دلوقتي هنشرح الاي اي ايجنت بالاخص اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي انت يعني بتحتاجه علشان هو اللي يخدمك. خلينا كده متفقين ان الاي اي العادي ده انت بتطلب منه خدمه، سواء انت كنت بتستفسر عن حاجه او عايز منه حاجه يحلها لك او عمليه ممكن هو يعملها لك. اما الاي اي ايجنت ده بيبقى مختلف تماما، ده هو انت بتسخره عشان يخدمك انت، سواء كان في شغلك سواء كان في دراستك في اي حاجه انت بتعملها على السوشيال ميديا، حتى كمان لو انت صانع محتوى ممكن تقدر تستخدم الاي اي ايجنت ده علشان هيساعدك في نشر فيديوهات بشكل تلقائي على جميع المنصات، وانا شرحت ده قبل كده. طب تعالوا بينا كده ننشئ اول وكيل ذكاء اصطناعي معانا في منصه N8N. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن في الأول ما تنساش دعم بلايك وسبسكرايب القناة، مش هطول عليك في المقدمة ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. على سبيل المثال إن احنا نشتغل مع بعض، الـ AI Agent هيشتغل على الواتساب، فأنت كل عليك بس بتعمل كرييت ورك فلو، وبعد كده بتروح عندك على الواتساب بتعمل سيرش كده، تكتب هنا واتساب بالشكل اللي قدامك ده كده، وبعد كده تضغط عندك على حاجة هنا اسمها On Message. وطبعا ان اول حاجه بتعملها انك بتفعل الواتساب بتاعك وبتعمل اكسكيوت زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتبعت رساله على الرقم اللي احنا شغالين عليه. مثلا انا هبعت كلمه هاي هنا بالشكل ده كده، عمل اكسكيوت وقال لي هنا علامه الصح ان هو تم تفعيل الواتساب بالشكل ده كده. هنا بقى بيجي دور الاي اي ايجنت او وكيل الذكاء الاصطناعي، كل عليك بس تضغط عندك على علامه الزائد دي وبتضغط عندك على كلمه اي اي، وبتختار منها هنا حاجه هنا اسمها اي اي ايجنت اللي احنا العنوان الفيديو بيتكلم عليه. زي ما انت شايف كده دي كده ده كده الاي اي ايجنت ظاهر معانا كده، انت بس اخرج وبعد كده بتروح عندك على حاجه اسمها هنا شات موديل، اضغط عليها واختار هنا شات جي بي تي او اوبن اي اي زي ما انت شايف كده. هتضغط عليها وبعد كده بتشغل معانا الاوبن اي اي، طبعا شرحت قبل كده ازاي تشغل اوبن اي اي. هنا بتروح عندك على الميموري تضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بتختار فوق هنا سيمبل ميموري زي ما انت شايف كده. هنا بقول لك الكيس بتاعك او المفتاح بتاعك، وان شاء الله هنضيف المفتاح مع بعض دلوقتي، كل عليك بس تضغط عندك على سيجن اي اي دي وبعد كده بتضغط على ديفاند بلو. هيقول لك هنا الكي، الكي هنا بقى هتجيبه منين؟ هسيب لك رابط الكي ده موجود في الوصف او التعليقات، روح بس عندك كده انسخ اول حاجه اللي هو تاني حاجه عفوا اللي هو الكي ده، وبعد كده تقوم انت ضايفه بالشكل ده كده، تقول له هنا بيست، هيخضر معاك او يظهر باللون الاخضر، اخرج خالص. دي كده نقطه رقم 2. بعد كده بتروح عندك على الاي اي ايجنت تاني، اضغط عليها ضغطتين كده، هيقول لك هنا اليوزر مسج، كل عليك بس بتقول له هنا ديفاند بلو، وبعد كده بتروح عندك على هنا حاجه هنا اسمها البادي، تمام، روح عندك على البادي وبعد كده بتختار ترفعها عندك في البرومت زي ما انت شايف كده. طيب انت هنا كاتب هاي زي ما انت شايف، في هاي اللي احنا كنا كاتبينها اصلا هنا، تمام. طيب دلوقتي بترجع تاني خالص وبعد كده بتختار اخر حاجه عندك في وكيل او الاي اي ايجنت زي ما انت شايف كده. الاي اي ايجنت يعتبر هو الماستر الخاص بالورك فلو بتاعنا، ممكن تربط الماسنجر او الواتساب او الانستجرام او الفيسبوك او حتى كمان تربط اي منصه عن طريق الاي اي ايجنت علشان يعمل لك ابلود لاي فيديو انت محتاجه او ابلود لاي صوره، يبقى الاي اي ايجنت هو العقل المفكر للورك فلو بتاعنا. طيب دلوقتي هنروح بقى نعمل ريسبوند اللي هو الرد، هو بتضغط بس على علامه الزائد كده وبعد كده بتكتب هنا واتساب، تمام، وبعد كده بتختار هنا سند مسج اند ويت فور ريسبوند. هنا بقى بيجي دور مهم جدا في الواتساب، انت لازم تفعل حاجه هنا اسمها الاي اي توكن، طبعا لو هو متفعل اعمل ريتراي، لو هو متفعل بالشكل ده كده خلاص يبقى انت كده عداك العيب. هتنزل تحت كده شويه عندك هنا اوبريشن، اختار هنا سند، تمام، وبتختار الرقم العشوائي اللي احنا كان مكتوب فوق هنا، طبعا الرقم العشوائي ده احنا شرحنا قبل كده في حلقه ربط الواتساب بالذكاء الاصطناعي ازاي تجيب الرقم ده، وهسيب لك رابط الحلقه موجود في الوصف او التعليقات. هنا بقى بيقول لك حط هنا رقم التليفون، هنا تضغط عليها ضغطه، رقم التليفون بقى اللي هو عايز تتعامل معاه اللي هو رقم تليفونك انت. هنا احط رقم التليفون زي ما انت شايف كده، بعد ما حطيت رقم التليفون بتاعي مثلا هنا بتروح عندك على التكست بادي زي ما انت شايف. التكست بادي ده هنحط فيه مفتاح، المفتاح ده هسيبه لك برده في التكست اللي موجود في الوصف او التعليقات، انسخ المفتاح ده كده وتقول له هنا بيست او لاسك، تمام.
هيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده، اخرج خالص وتعالوا بينا كده نجرب الاي اي ايجنت هيعمل معانا ايه. هضغط عندك على اكسكيوت زي ما انت شايف، قال لك هنا منتظر اول رساله تيجي من الواتساب. هكتب مثلا كلمه هاي، تمام، تاني هاي، بعد كده اضغط انتر. ارجع تاني بسرعه كده اشوف ايه اللي هيحصل. الاي اي ايجنت بعت، يعني استقبل قصدي الرساله، وبعد كده بعتها لشات جي بي تي، شات جي بي تي سجلها في الميموري عنده، وبعد كده الاي اي ايجنت رجع تاني الرساله ورد على الرساله في الواتساب. طب تعال نشوف الرد كده، ادي الرد، هنا كان الرد. كذلك مثلا هنا برضو اعمل اكسكيوت تاني، هقول له هنا هل تستطيع التحدث باللغه العربيه، تمام، بالشكل اللي قدامك ده كده. هنا برضو هيعمل نفس الرد وبيبدا بقى يرد عليك، قال لك نعم استطيع التحدث باللغه العربيه زي ما انت شايف كده. مثلا ممكن برضو تبعت له اي رساله انت عاوزها، تقول له مثلا هنا كيف حال الطقس اليوم، اضغط انتر. هو ممكن يعمل سيرش على اخبار الطقس مثلا في حوالين العالم، او ممكن يقول لك مثلا انا ما اعرفش اخبار الطقس ايه. بس في الاول والاخر الاي اي ايجنت طبعا هنا حصل معانا بروبلم. طبعا البروبلم دي بيتكلم عن ايه؟ ما كانش فاهم الرساله، هو ده من الاخر، ما كانش فاهم الرساله. يعني مثلا لو جيت تبعت له رساله ثانيه اهلا، هو كده فهم الرساله. عفوا طبعا هخرجنا من الواتساب، بس كده فكره الاي اي ايجنت ده بيعمل ايه. الاي اي ايجنت ده هو الماستر الخاص بالورك فلو بتاعنا، هو الوكيل الذكي من الذكاء الاصطناعي اللي هو بيخدمك انت، مش بتطلب منه خدمه. يعني انت لما تيجي تروح عندك على شات جي بي تي انت بتطلب منه خدمه، بتطلب منه استفسار. اما الاي اي ايجنت في الورك فلو في انتن على طول بيشتغل لك امتى، بيقدر يجيب لك فلوس، بيقدر يشتغل مكانك انت نايم وهو شغال مكانك. علشان تقدر تشغل ورك فلو ده انت بتروح بس عندك فوق هنا على كلمه ان اكتف، هتخليها اكتف علشان يبدا بقى يشتغل معاك بشكل تلقائي. اللي هو ايه بقى، لما حد يجي بعت رساله ولا حاجه هو بيشتغل على طول من غير ما تضغط عندك على كلمه اكسكيوت. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير. مع السلامه.